تأخذني هذه الروح؟ لا أعرف من أين أبدأ وإلى أين أنتهي. أنت كالحرير في تصرفاتك. هذه الكلمات لا تخرج عبر اللسان بل من القلب. ألا من نظرة أراها في عينيك وجع عقلي وقلبي وروحي. أسأل نفسي إلى أين تأخذني هذه الروح، هل إليك أم إلى نفسي؟ شنو هي أبرز يعني المواضيع اللي كتناولي في هذا الديوان ديالك؟ العشق والحب والتعمق في القلب. وشنو هي المراحل اللي مرت منها هاد التجربات؟ في الأول كانت مرحلة صعبة في كتابة أول شعر، وتالي تعودت على كتابة هذه الأسعار بشكل متناول، فكانت المرحلة سهلة في الآخر. كانت تجربة بالنسبة لي مفرحة ومبهرة. أما أبرز مواضيعه فتتناول حول العشق وكل ما تصدروا عن الحب والأعماق. شكون اللي ساعدك في التجربة؟ شكون اللي عاونك؟ ساعدتني ماما في التجربة، وعاونتني في الاجتماعات مع الناس، كذلك في طباعة الكتاب. يعني وهذا الديوان هذا اللي صدرتي، واش كان تجاوب من طرف يعني المتلقي المجتمع؟ كيفاش كينظر التجربة ديالك الى اخره؟ هذا الديوان الذي اصدرته كانت تجربة إيجابية بالنسبة لعائلتي، وكذلك سأره تجربة إيجابية بالنسبة للمجتمع. نظرة المجتمع في الأول صعبة، ولكن بعد مرور السنوات ومرور الأيام كانت نظرة إيجابية.